فيلم We Can't Be Heroes. تبدأ قصة الفيلم ويا شخص بطل وخارق واللي يكون اسمه الفتى المعجزة، ونشوف صديقه وهو دا ينتظره، أو صديقه يكون جنرال بالجيش واسمه تيكنو واللي لابس بدلة طيران نفاذة، وهو ينطي الفتى المعجزة جهاز حتى يركبه بأحد الأقمار الصناعية، ولما يروح حتى يركب الجهاز يلقى الألواح الشمسية خربانة ويلاحظ وجود مركبة فضائية، فيروح يقول لصاحبه أنا شفت مركبة فضائية موجودة، لكن بعد مرور دقائق بسيطة يشوف مجموعة من المركبات الفضائية. وفجأة هاي المركبات تواجهه وتقدر تتغلب عليه وتخليه يفقد الوعي ويوقع من الفضاء، وهو يكون نازل بسرعة شديدة، لكن صاحبه ينقذه ويلزمه، بس فجأة تخلص بطارية البدلة النفاذة، فتكمل يحاول يتواصل ويا الأبطال الخارقين اللي موجودين بالأرض ويقول لهم أني محتاج مساعدة. أما هسه فننتقل للمشهد الثاني ويا بنية اسمها ميسي واللي تقعد من النوم وتوقف قدام المراية وتختار اللبس اللي راح تلبسه. بعدها تنزل لأبوها اللي اسمه ماركوس، ونشوفه هو دا يجهز الريوق ويبوع على الأخبار اللي كانت كلها تتحدث عن الفتى المعجزة، ومن شدة تركيزه ويا الأخبار يذب كشور البيض بالطاسة والبيض يذبهن بالسنك، فتجي عليها ميسي وتقول له ركز وين تذب البيض. أو بعد ما يخلصون الريوق ميسي تسأل أبوها وتقول له شنو الصاير، فيقول لها لا تهتمين لأن هذا مجرد تدريب. بعدها يأخذها من البيت ويوديها للمدرسة، وماركوس ينتقل لشغله، ونعرف إنه هو يشتغل بمنظمة الأبطال الخارقين، فتجي المديرة وتشوف إذا أكو أبطال خارقين، بس بهاي الأثناء ماركوس يقول لها إنه ذولا مجرد فرقة استطلاعية، والمديرة تقرر إنه تستدعي كل الأبطال حتى يستعدون. ولما يقوم ماركوس المديرة تقول له أنت هم راح تجي وياهم لأن إحنا نحتاج الدعم، فيقول لها أنا اعتزلت، وهي تقول له أنت لازم تجي ويانا لأنه هذا أمر. بعدها نشوف ميسي وهي تحاول تصعد على الشجرة حتى تجيب الكرة، بس هي ما تقدر وتنزل من شتب صديقتها، لكن لما الكرة توقع أصدقائها يأخذون الكرة ويهربون. أبهاي الأثناء تجي محققة من منظمة الأبطال ويقررون يأخذون ميسي وياهم، لكن هنا تنتبه ميسي أنه أكو عدد كبير من الطيارات وهي جاي تطلع من المنصة، أو لما توصل تأخذها المديرة وتقول لها أنت راح تبقين ويا أطفال الأبطال الخارقين، وتقول لها لازم تبقين هنا حتى تخلص الحرب. ونعرف أنه ميسي كانت رافضة هذا الشيء لأن أبوها وعدها أنه هو راح يرجع لها مرة ثانية، فهنا يأخذوها ويودوها الغرفة مصفحة، ولما يفتحون الباب تشوف أطفال كل شهواية فتدخل وتقعد وياهم. وبمجرد ما الباب ينقفل شخص يمد رقبته حتى يسمع خطوات المديرة ويقول لهم أن المديرة راحت، وكل الأطفال الموجودين يستخدمون قوتهم ويلعبون براحتهم، لكن هنا ميسي ما تهتم إلهم، بس فجأة تفوت من يمها طيارة من المي وتكون طفلة قاعدة يمها وهي المتحكمة بهاي الطيارة. بعدها يجيها ولد ويقول لها أنا اسمي عجلات أو هذا مجرد لقب، ويقول لها أنا ما قاعد على كرسي لأن أنا معوق، بس أنا قاعد لأنه رجلي كلش قوية. بعدها يجيهم ولد اسمه نودلز وسموه بهيك اسم لأن هو يقدر يتمدد، فهنا يشوفون بنية وعجلات يقول لها إنه هاي البنية اسمها أوهو، ويقول لها هاي عندها قدرة عظيمة بالرسم. وميسي تشوف بعض الرسومات اللي رسمتها أوهو، لكن هي ما تفتهم شيء من هاي الرسومات. وبهاي الأثناء تجي بنية اسمها أقابيل وتكون عندها قدرة خاصة واللي هي الغناء بصوت ناصي أو الغناء بصوت عالي كلش، وأيضا تغني بطبقات ما يسمحها البشر. وبهاي الأثناء المديرة تحكي ويا أقابيل من خلال المايك وتقول لها وقف الغناء بهاي الطبقة لأنه كلاب المنطقة اتجمعوا قدام المنظمة. بعدها تبدأ أقابيل تغني بنبرة منخفضة وبسببها الكراسي تطير، وهنا عجلات يأخذ ميسي ويشوفها باقي الأطفال، ومنهم ابن فلاش وهو اللي عنده سرعة رهيبة، لكن بسبب سرعته يدخل بمجال زمني يخلي حركته بطيئة. وبعدها يشوفها ولد قاعد يم نودلز واللي يقدر يحرك ملامحه شلون ما يريد، لكن نودلز يضوج من حركاته فيضخم إيده ويكسر الميز، بس أحد الأطفال يقدر يرجع الزمن الثواني بسيطة ويشيل الميز ويخلي كرة كبيرة بمكانه. وأيضا نتعرف على بنية تقدم الزمن لبعض ثواني وهي تكون توأم الشخص اللي رجع الزمن. بهاي الأثناء نشوف عجلات وهو يعرف ميسي على قائدهم اللي يكون اسمه ويلد واللي تكون عنده كل القدرات الخارقة المجتمع بهاي الأطفال، بس لحد الآن هو ما يعرف يستخدم وحدة من عدهن، ولما يحاول ينقل الكتاب يخطأ وبسبب هذا الخطأ يحترق الكتاب، فكوبي ترسل مي على شكل سيارة أطفاء وتكون هي آخر بنية بالأطفال الخارقين، وكوبي تروح عليهم وتقول لهم إن أمي سيدة الحمم وأبويا سيد القرش، وتقول لهم أني لازم أشرب مي هواية حتى أقدر أستخدم القوة مالتي. فبعدها يجي والد ويسأل ميسي عن قدراتها، فميسي تقول له أني ما عندي أي قدرة، وتقول لهم إحنا لازم نشوف الأخبار بلكت أكو خبر عن عوائلنا. وفعلا عجلات يشغل التلفزيون ويقعدون كلهم يشوفون الأخبار، ونشوف بالأخبار يدخل كل شخص حسب طريقته، مثل فتى القرش يطلع من المي وسيدة الحمم تطلع من البركان، أما الفلاش فهو يدخل بسرعته والمدمر يدمر شركة كاملة. وبعد ما يتجمعون الأبطال يبدون يحاربون الأعداء الفضائيين، لكن
للأسف الفتى القرش يلزم أول واحد، وبعدها يلزمون كل الأبطال ما عدا أبو ميسي اللي يوقع بسبب الكائنات، ولما يقوم يطلع سيوفه ويبدأ مواجهتهم، بس بسهولة تامة الكائنات الفضائية تلزمه، وبعدها ينقطع البث. أو بعد دقائق بسيطة المذيعة تطلع وتقول إنه رئيس الدولة راح يطلع بلقاء حتى يصرح بآخر الأخبار، ولما يطلع الرئيس يقول إنه هم استلموا رسالة من الفضائيين اللي قرروا يحتلون الأرض بعد ما دمر كوكبهم، والفضائيين راح يبدون الاحتلال بعد مرور 3 ساعات. فهنا تطلع المديرة بالتلفزيون وتقول لهم لا تتحركون من مكانكم وانتم بأمان، لكن ميسي تقوم وتقول لهم احنا لازم نهرب بأسرع وقت ممكن لأن الفضائيين يعرفون مكاننا، بس ولدي عارضها ويقول لها انه انت ما عندك اي قدرة خارقة على ما تعرفين شكو بالمستقبل وانا قائد الفريق هنا، ويقول لها انت ليش تريدين تهربين وانت ما عندك دليل يثبت ان الفضائيين جايين. فميسي تسحب الايباد مال اوهو وتشوفه من رسومات وتقول لهم انه اوهو قدرتها مو رسومات وانما قدرتها تشوف المستقبل لمدة 5 دقائق، وتشوفهم رسمة انه الفضائيين يدخلون من فتحات التهوية، وبالفعل كل الاطفال الخارقين يصدقوها ويحاولون يهربون، ولما يفتحون الباب يطلع ابن المدمر ويسوي تعابير خبيثة بوجهه للحارس، وبالفعل يقدر يستفز الحراس ويدخل للغرفة والحراس يدخلون ورا، ولما يدخلون يشوفون الاطفال واحد بصف الثاني، فتبدأ ميسي تشرح لهم خطر المخلوقات الفضائية لكن هما ما يصدقوها، فيجيبون وسادة ويخلوها قدام الحراس، وهنا كوبي تتقدم وتبدأ تضرب بيهم، ويجي نودلز ويساعدها وياخذ بطاقاتهم. بهاي الاثناء احد الحراس يروح ويضغط على جهاز الانذار ويقفل الباب بزنزانة حديد، وميسي تقول للعجلات احنا راح نرجع الزمن للخلف وانت امنع الحارس من ضغطة زر الانذار، لكن فجأة تدخل الكائنات الفضائية من فتحة التهوية، وميسي تقول للتوأم انه يرجعون الزمن، وفعلا يرجع الزمن قبل ما يضغط الحارس زر الانذار، وفعلا وقفوا الحارس وقدروا يربطوهم ويهربون، وبعدها تدخل الكائنات الفضائية، بس الاطفال الخارقين قدروا يهربون. بهاي الاثناء وهم دا يهربون ميسي تضرب المديرة بالغلط، والمديرة تعرف بهروبهم فتأمر كل الحراس انه يقفلون مداخل ومخارج البناية، ولما تنقفل الحراس يواجهوهم من الجهة الثانية، وهسه عرفوا انه ماكو اي طريقة للهروب، لكن ولدي اشر الفتحة موجودة بالسقف واقابيل تطير الحراس حتى تسويهم درج، وبالفعل يصعدون على الحراس ويهربون ويروحون ويركبون السيارة اللي راح تنقلهم خارج البناية واللي هي تنفتح عن طريق البطاقات اللي سرقوها من الحراس، بس نعرف ان الحراس ينتظروهم بالخارج، وللمرة الثانية اقابيل تطير السيارة ويمرون من فوق الحراس، لكن هنا رادوا ينضربون بالبناية اللي قدامهم، واقابيل تحاول تغير المسار لكن هي تفشل وما قدرت، فنودلز يكسر الشباك ويتمدد ويلزم السيارة بايد والعمود بايد ثانية ويبقى يحاول غير الاتجاه لحد ما ينجح ويغيره، وبعدها يعوف العمود ويدخل للسيارة، وبقت السيارة تمشي باتجاه ثاني لحد ما وقعت بحديقة جدة ميسي واللي يكون اسمها انيتا، والكل يعرفها لان هي تكون مدربة ابطال مشهورة، ولما شافتهم تدخلهم للبيت، وهسه نرجع للمديرة وهي عرفت مكانهم بسبب السوار الموجود بايد ميسي، بس الجدة انيتا تاخذهم المكان التدريب وتبدا تدربهم على القتال وعن حركات الدفاع عن النفس، وبالفعل الكل ينجحون بالتدريب، اما ميسي فهي تكون ضايجة من الفريق مثل ابوها بالضبط لان الابطال الخارقين يتعاركون بيناتهم وابو ميسي ما يعرف يتصرف، لحد ما فجأة تدخل الكاميرا ويوقفون المشاجرة والكل يوقف بسرعة واحد، والرئيس يقول لهم اولادكم اختفوا. بهاي الاثناء نشوف انيتا وهي تشجع ميسي وتقول لها انه امه كانت انسان اعتيادية وما عندها قوة وقدرة، لكن بالرغم من كل هذا هي كانت بطلة، بس فجأة نشوف طيارات المنظمة وهي اجت لمكانهم، فجدة تدارك الموضوع وتدخل الاطفال بالنفق، وبمجرد ما تدخلهم تجي الكائنات الفضائية وتخطف انيتا، ويبقون الاطفال يمشون بالنفق ويحجون عن اخطاء عوائلهم بالحرب، ولما يوصلون الخارج النفق ميسي تخطط ويا ويلد وتشوفهم ايباد الرسم مال اوهو واللي مرسوم بمركبة فضائية، وفعلا يشوفوها ويروحوا لها ركض، ولما يوصلوا لها الكل يدخلون بالمركبة ما عدا شخص يركض بطيء وهذا يسمى بالبطيء، ويبقون يشجعوه حتى يركض بسرعة ويدخل للمركبة، فالاطفال يقررون يلزمون نودلز ونودلز يمد ايده ويسحب البطيء للمركبة، وبعدها المركبة تنطلق وتروح للسفينة الام الرئيسية، ولما يوصلون للسفينة الرئيسية نودلز يطلع راسه من السفينة حتى يشوف اذا اكو اي واحد بالممر، لكن ما يلقى اي واحد فينزلون من المركبة ويشوفون ان السفينة كبيرة كلش، وبقوا يمشون حتى يلقون عوائلهم لكن ما يلقوهم بسبب كبر السفينة، والعجلات يقول لميسي ان الوكالة قدروا يلقونه بسهولة بسبب السوار اللي كان موجود بايديها، ويقول لهم احنا محتاجين مصدر للحرارة حتى نلقى عوائلنا من خلال هذا السوار، فوالد يساعدهم ويسوي لهم جهاز حراري، والعجلات ياخذ الجهاز ويعدل بعض الشغلات اللي بيه، وبالفعل ينجحون ويبقون يمشون ورا المؤشرات، بس
بس فجأة يوقفون كلهم بسبب أقابيل، وهي اللي تقول لهم إنه أكو شيء يتحرك جوانا. وبعد مرور دقائق بسيطة تبدأ الأرض تنفتح بسبب أياد الفضائيين، وكلهم يبدون يهربون ويروحون الغرفة. وقبل ما يدخلون للغرفة تطلع لهم إيد من الفضائيين من تحت الأرض، وهاي الإيد تبدأ تعرقل بطريقهم. بعدها يوصلون البلكونة صغيرة ويشوفون الرئيس وهو يحكي ويا شخص، ويكتشفون إن الرئيس مأيد فكرة احتلال الأرض، ويعرفون إنه أكو هرم كبير بفضائيين. وبعد ساعة يرسلوهم للأرض، بس فجأة تدخل وراهم مديرة المنظمة وتبدأ تلومهم على هروبهم وعلى تصرفهم الخطأ، لكن بنفس الوقت تبتسم وتقول لهم إنه مكانكم صح، لأنه أنتوا دليتونا على السفينة الأم. وميسي تسألها وتقول لها أنتوا راح تعاقبونا لو لا، فالمديرة تقول لها شيء أكيد ما راح نعاقبكم، وكلهم يفرحون ما عدا عجلات واللي تقول لها مؤشراتك مو طبيعية. وهنا أوهو تشوف الآيباد الميسي وتقول لها إنه المديرة من الكائنات الفضائية. وفجأة يدخل الرئيس ويقول للمديرة إنه الأطفال عرفوا كل شيء، فيقررون يأخذوهم حتى يدخلوهم للسجن. وقبل ما يدخلوهم يسحبون أنبوب المي من كوبي حتى ما تستخدم قدراتها، وبعدها يفرقون التوأم عن بعض لأنه من يتحدون تزيد قوتهم. والمديرة تشوفهم مفتاح الغرفة وتقول لهم أنتوا بعمركم ما راح تطلعون مننا، وبعدها تطلع وتقفل الباب. أما ميسي فهي ما عندها أي حل تفكر بيه. وهسه نرجع لماركوس وهو يستفز الفتى المعجزة، والفتى المعجزة يعصب ويروح يضرب الباب لحد ما ينفتح، والفضائيين يدخلون شخص وهو متغطي، فيروح لفلاش ويحاول يشيل الغطاء بس الكائن يضربه. وبعدها ينتقل فتى القرش ويهجم عليه ويبدأ يضربه بهذا الشخص، بس فجأة ينشال الغطاء وتظهر الجدة. وبهاي الأثناء كوبي تحاول تفتح الباب، بس من دون المي ما تقدر تسوي أي شيء. فميسي تبدأ تخطط الشيء وتقول لهم أنتوا بعمركم بعد ما تطلعون مننا، وتبدأ تغمز العجلات حتى تفهمه بالخطة، وعجلات يفتهم الخطة ويقول لهم أنتوا بعمركم ما ترجعون لبيوتكم. أولت لما شفت تصرفهم يعصب عليهم، بس ميسي تغمز له وهي تفهم إنه هي تريد توصل الخطة. أولت يصير وياهم ويبقى يقهر بيهم، وفجأة الكل بدأ يبكي، وميسي وفريقها بدأوا يجمعون هاي الدموع وينطوها لكوبي، وكوبي تستغل الدموع وتسوي من عندها مفتاح. بعدها نعرف شخص اسمه كرونر وهو قدر يشغل كاميرات المراقبة، ولما تشتغل كاميرات المراقبة يشوفون أطفالهم وهم طالعين من الغرفة. وهسه تكون خطة ميسي إن توصل عجلات للهرم حتى يعطلوه وما يصير هجوم على الأرض، لكن هنا ويلد عندها رأي آخر وهو يأخذ الشخص اللي حرك بملامح وجهه ويقول لها الميسي أنا ما راح أمشي بالخطة مالتك، وراح أروح وأدور على أهلي بالطريقة الخاصة بيه. وبعد ما يروحون ويبقون يدورون الشخص اللي حرك بملامحه يضوج، فويلد يعصب عليها ويبقون يتعاركون بيناتهم. وبهاي الأثناء نشوف المديرة وهي تراقبهم وتقرر إنه تلزم ويلد بالوقت المناسب. بس بهاي الأثناء تكون ميسي وفريقها قربوا على الهرم، لكن فجأة يحوطهم حراس من الفضائيين من كل جهة، وهنا يبقون يتعاركون وياهم لحد ما تتدخل كوبي وتقضي على الأغلب من عندهم. بس هم يقومون للمرة الثانية، وهاي المرة يقومون بأيادي فضائية ويشمرون عليهم قيود ويقيدوهم، لكن التوأم يتحدون ويا بعض ويرجعون الزمن، ونودلز يأخذ القيود ويقيد الحراس، بس الكائن الفضائي يطلع المفتاح، والتوأم يرجعون الزمن مرة ثانية ويأخذون من عندهم المفتاح. وبهاي الأثناء عوائل الأطفال يكونون شايفيهم وهم فخورين بيهم، أما ويلد فهو وحيد ويبدأ يحاول يستخدم القدرة مالته لكن هو ما يقدر. بعدها تجي المديرة وتحبسه وتخليه بغرفة الاعتراف وتسأله عن الخطة الرئيسية مالتهم اللي جاي تمشي بيها ميسي، لكن هو يستهزئ بيها ويضحك عليها ويقول لها انه تقرب من عنده، ولما تقرب يقول لها قدرتي نجحت. أما الأطفال فأخيرا قدروا يوصلون للهرم، وهو بقي له 6 دقائق للإقلاع، بس فجأة يصير درع يحمي الهرم، وأوهو تقول لهم انه انتوا فاشلين وهي تمنحهم انه يوصلون للهرم. بس ميسي وفريقها يكتشفون انه أوهو جاسوسة فضائية، ونكتشف انه الشخص اللي غير ملامحه ماخذ شخصية وشكل ويلد، وانه المديرة حابسة الشخص اللي غير ملامحه، وويلد الاصلي موجود بغرفة التحكم، وويلد رفع الدرع عن الهرم. بهاي الاثناء أوهو ترسم كائنات فضائية، وهاي الكائنات يتحولون الحقيقة ويطلعون ويبدون يهجمون على الفرقة، والفرقة كلها تستعد حتى يحاربوهم ما عدا عجلات اللي يحاول يوقف الهرم لان ما بقى الا 2 دقيقة. وبالفعل يتعاونون ويا بعضهم وقدروا يتغلبون على الكائنات الفضائية. بهاي الاثناء المديرة وصلت الويلد وتكتشف انه هو قدر يتحكم بقدراته ويطير ويغير شكله، وايضا عنده قوة البرق وتجميد الاشخاص واستخدم كل هاي القوة ضدهم. اما كوبي فهي قدرت تصنع نينجا، ونودلز قدر يمدد نفسه وثبت 2 من الوحوش، وعجلات يقول لكوبي انه الهرم من مادة سائلة، فهي تروح وتصنع من عنده قرش وتهزم الوحوش، لكن اوهو قدرت تصنع وحوش ثانية. وميسي تطلب من نودلز انه يمدد ايده، ولما يمددها تروح وتوقف عليها وتبقى تستدرج الوحوش من الجهتين لحد ما يصعدون على ايد نودلز. فميسي
فنسي تقول له اسحب ايدك، ولما يسحبها يقعون كلهم بالحفرة، بس هو قدر يلحق عليها وينقذها. بهاي الاثناء يجي عجلات وينطيهم شريحة ويقول لهم انتوا لازم تخلوها بالهرم حتى الهرم ما يحتل الارض، لكن اوهو ترمي الشريحة بالحفرة ونودلز يحاول يجيبها لكن هو ما يقدر يوصل لها. بعدها احد الاطفال يقرر يضحي حتى يجيب هاي الشريحة، وولد قدر يتخفى وينزل حتى يجيب الطفل ويجيب الشريحة، وبالفعل قدروا يسعدون الشريحة ونودلز ياخذ هاي الشريحة حتى يعطل الهرم. وقبل ما ينتهي الوقت بثانية واحدة قدروا ينجحون ويدمرون الهرم قبل ما يحتل الارض، وبعدها يطلعون اهلهم من الهرم ويروحون الاطفال لاهلهم ويحضنوهم، واهلهم يكونون فخورين بيهم لان هم قدروا ينقذون الارض. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم، وشي اكيد راح افرح كل شهوايه باقتراحاتكم. ولهنا تكون نهايه الفيلم.